أجدادنا المصريين القدماء العظام لخصوا قصص حياتهم، والملوك كتبوا مخاطباتهم على حاجتين، يا إما كان على الجداريات اللي كنا بنشوفها أو على أوراق البردي، والأوراق دي ظهرت يعني في عصور بعد كده. الورق البردي اللي بدأت مصر بالفعل تزرعه من أجل استثمار هذا الأمر هو واحد من أهم المحاصيل الزراعية اللي بقت تتزرع في أراضينا دلوقتي. دي نبتة ليها تاريخ وليها أهمية كبيرة جدا، نتيجة كمان لدخولها في عدد تاني من الصناعات. كاميرا صباح الخير يا مصر، عملت معايشة أثناء حصاد محصول ورق البردي مع المزارعين، معايشة تعرفنا فيها على معلومات وقصص وحكايات مهمة عن مراحل تصنيعه داخل الورش الخاصة بيه. نبات البردي من النباتات اللي أول ما بنسمع سيرتها لازم يتوارد لذهننا على طول المصريين القدماء، لأن النبات نبات البردي كان بالنسبة لهم نبات مقدس مرتبط بالعلم والمعرفة وتدوين كل لحظة من اللحظات اللي اشتهر بيها المصريين القدماء. نبات البردي وإحنا النهاردة موجودين في قرية قرموس في مركز أبو كبير محافظة الشرقية اللي تعتبر محمية زراعية حول العالم كله، اللي يكاد أو اندثر فيها بالفعل زراعة نبات البردي اللي احنا موجودين وسطه هنا يمين وشمال من مرحلة الشتلة لحد مرحلة الإنبات لحد الصورة النهائية اللي احنا عارفينها لنبات البردي. طبعا جدودنا هنا شغالين في البردي، وقارة القرموس هي الوحيدة على مستوى العالم اللي بتزرع نبات البردي، وطبعا علمنا عيالنا وبنينا منها وحابين البردي مش عايزين نقرض يعني. طبعا الأرض الزراعية بنزرع البردي، بنجيب له نباتة من الأرض المزروعة شتلاية كده يعني، بيقعد 6 شهور لما بيدينا إنتاج يعني، يعني بنجيله من أرض لأرض بيقعد 6 شهور لما بيطلع إنتاج يبدا نشتغل فيه يعني، ويقعد له 4 سنين يبقى يعجز ننقله في ارض ثانيه يعني على طول كده. طبعا احنا واخدين الشغل في صناعه ورق البردي، بالنسبه لي انا عندي 44 سنه واخد الموضوع وراثه ابا عن جد، يعني جدي ربنا يرحمه وابويا، واحنا كجيل اللي موجود حاليا بنبدا نعلمه لاولادنا، لان احنا بصراحه حابين موضوع صناعه ورق البردي لان لقينا ليها اهميه عظيمه على مستوى العالم. يعني أنا لما تفاجأ حد جاي لي من أمريكا يسأل على ورقة البردي يبقى أكيد لها معنى وأكيد لها أهمية، وخاصة إن هي أول ورقة تصنع في التاريخ ورقة البردي. نبات البردي نبات مائي بيحب المية زيه زي الرز بالظبط، وبيعتمد طبعا صناعته بناخد النبات من الزرعة اللي حضرتك شايفه وبنبدأ نقطعه مقاسات طول وعرض على حسب المقاس المطلوب. المقاسات بتبدأ معايا من 20 في 30 حتى المتر في مترين، يعني احنا بنصنع ورقة مقاسها متر في مترين، ولو عايز مثلا فيها طلبية مخصوص ورقة كبيرة مثلا توصل لحد 50 متر بنعملها. الصنعة بتاعتي بعد ما الورق بنطلع من المزرعة ويصنع الورقة تبقى فاضية بنسميها ورقة سادة، بعد كده احنا بناخده نوديه المطابع ماشي، لان احنا دلوقتي حاليا واقفين عشان خاطر ظروف البردي كده مش، فبنودي فيه مطابع تانية شغالة. بنطبع الورق، المقاسات طبعا زي ما احنا عايزين حسب الصورة ماشي، وبنطبع الرسومات الفرعونية كلها. والسائح طبعا لما بينزل مصر اهم حاجة عنده ورقة البردي، حتى لدرجة ان في بعض السياح لما بيرجعوا بلادهم وما بيكونش يشتروا ورق بردي اهليهم هناك بيقولوا ان انتوا ما نزرتوش مصر ماشي، فديت يعني ميزه ان اي سايح يكون واخد ورق بردي معاه. الحاجه الثانيه احنا دايما في الطباعه بتاعتنا او في التسويق بتاعنا بنعتمد على الصور اللي هي كل صوره في البردي لها قصه وتاريخ ماشي، يعني مثلا بنرسم التحنيط صوره التحنيط، بنرسم مثلا توت عنخ امون، الاشخاص الاربعه الملوك مصر، يعني جميع الصور البردية اللي هي لها قصص تاريخية، والبرد عموما كل ورقة وكل صورة فيها لها قصة وتاريخ. بعد كده احنا برضو بدينا شغل يدوي ونجيب نطبع بايدينا ونلون بايدينا، النهاردة بدينا نشغل شغل الأوفست والمكن الطباعة الحديثة على ورقة البردي،
وابتدينا نعمل منتجات وظيفية من ورق البردي. يعني ايه منتجات وظيفية؟ يعني بنعمل نتيجة ممكن تتعلق في بيت اي مصري. افرض ما عندناش سايح يبقى احنا ما نوقفش. حضرتك محصول النبات البردي نبات مائي بيزرع في فصل الربيع، وهو نبات مستديم الخضرة ودائم طوال السنة، يعتبر نبات معمر يعني بيحتاج كمية مية كبيرة. هو بينحش في السنة مرة من مرة لثلاث مرات، بيدي حوالي 10 طن تقريبا. الفدان بينتج حوالي 10,000 إلى 15,000 ورقة حسب الكمية وحسب مقاسات الورقة. فهو عشان نبات البردي نبات مائي فإحنا بنحطه في دورة الرز عشان يبقى نفس الكمية المية اللي متوفرة الرز متوفرة للبردي. طبعا هو في الشتاء مش بيحتاج كمية، بيحتاج كمية مية أقل، فبوبا في أي دورة مفيش مشكلة. بالنسبة للمقارات السمادية فديت اللي بحددها الوزارة مش إحنا، وإحنا كوزارة الزراعة بنقدم لهم الأسمدة، ولو في أي معلومة فنية حدنا بنقدمها لهم.